تمتد امتداد الأفق، قاحلة قاسية تختفي فيها الحياة، المكان الذي يغيب فيه الزمن وتخلق فيه المغامرة، لا يروضها إلا أبناؤها الذين يعرفون حكاياها وأساطيرها، وهم امتداد لتاريخها. شباب، ما في موية. وأخلاق العرب القدامى امتداد لتاريخهم وتقف فيهم الأثر. وليش كل ذا؟ نبغى نعيش المغامرة. تعالوا معي. قد تبدو للغريب شيئا واحدا، شيئا متماثلا، لكن أهلها وحدهم من يعرفون طرقها، من يدركون خباياها، ومن يصلون لضالتهم فيها. أبناء الصحراء هم أبناء الصمت، الذين لا يتحدثون كثيرا، لأن أفعالهم وحدها تتحدث عاليا. نيسان إكستريل، روح المغامرة بلا حدود.